استحوا من الشعب، استحوا من الأرملة، 5 ملايين يتيم، 3 ملايين وربع أرملة، 4 ملايين ونصف عاطل عن العمل، 1848 مصنع ومنشأة معطلة في العاصمة بغداد باستثناء المحافظات، و 800 شهيد في ساعة التحرير، لكم عيب عليكم لكم، أنتم شنو أنتم؟ أنتم مو مخلوق؟ مطالبنا يعني مطالبنا احنا من 11 لحد الان ماكو يعني هسه لا حياه لمن تنادي، ماكو هسه الطالب من انا الباكر ماكو، ما حد يسمعك، من يسمعك؟ من يسمعك؟ تضليل بتضليل الى متى يعني؟ شوفوا لنا حل عمي، الناس تعبت والله العظيم، الناس تعبت، الناس تعبت، الشباب تعبت، يعني خطيه هاي الشباب والله والله الكريم، يعني انا شاب مواليد 98 ثق بالقران الكريم، يعني ما ادري حياتي شنو، ما اعرف كافي يعني، والله عيب والله عيب يعني، قارنوا نفسكم بغيرنا، قارنوا بالخليج، شوف العالم وين وصلت، احنا وين وصلنا؟ شاب يعني يدقون من الصبح لليل عنده 10,000 دينار. اليوم احنا تظاهره من ابناء الشعب العراقي في ساعه التحرير، تظاهره ضمت ابناء الجنوب وتواجدوا اليوم وابناء بغداد، واحنا مطالبنا يعني واضحه، اليوم تظاهره استنكاريه، المطلب الرئيسي هو كشف قتله المتظاهرين.